أقيم في مدينة بن وليد مهرجان تكريم الفائزين في التظاهرة الرياضية التي نظمتها مدرسة نجوم المعرفة للتعليم الحر خلال العام الدراسي الماضي. هذا المهرجان يقام بمناسبة اختتام التظاهرة الرياضية التي أقيمت في العام الماضي العام الدراسي 2017-2018 بعد الاستدان من مراقبة تعليم بني وليد باستضافة هذه التظاهرة وهي تظاهرة كرة القدم للتعليم الأساسي والتعليم التعليم الأساسي والتعليم الثانوي. المهرجان شهد عروضا لمنتدى منظمة إرث الجبال وعروضا تراثية متميزة وعروضا للأكلات الشعبية والمقتنيات الأثرية وعروض الزي الشعبي. تكريم الفائزين في التظاهرة وتوزيع الجوائز على المتحصلين للتراتيب الأولى كان ختام هذه التظاهرة التي تحفز الطلبة لإخراج ما لديهم من مواهب.